وللمزيد من المتابعة والتحليل معنا ومعكم دكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أهلا بك معنا. بداية، كيف ترى التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي للجهات المعنية في قادرون باختلاف؟ يعني خلينا أقول لحضرتك أنه يمكن الاحتفالية النهاردة اللي اختتم كلمته السيد رئيس فيها بمجموعة من التكليفات، هذه التكليفات بتوضح نقطة مهمة جدا، أنه الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصة على أن يظل هذا الملف يحظى باهتمام شديد خلال الفترة المقبلة، ويبقى ده منهج بتنتهجه الدولة المصرية. وعلشان كده وضعت هذه التكليفات مجموعة من يعني الآليات لاستمرار دعم الدولة المصرية لذوي الهمم. خلال هذه الاحتفاليه يمكن احنا شفنا التكليفات اللي تمت لوزاره لكل الوزارات المعنيه، سواء كانت وزاره التضامن او وزاره الشباب والرياضه او وزاره الاسكان، وزاره النقل، وزاره الصحه، وزاره التعليم العالي. يمكن ده برضو كان ردا او استجابه من السيد الرئيس للمطلب اللي طلبه احد ذوي الهمم خلال الاحتفاليه، لما تحدث عن امكانيه قيده باحدى الكليات زي كليه التربيه الرياضيه رغم ان هو حاصل على بطولات رياضيه. في نفس الوقت كمان الجزء المهم وهو حديث السيد الرئيس عن دعم صندوق ذوي الهمم. هنا دي نقطه مهمه لازم نتوقف عندها، بسبب انه مثل هذه الصناديق هي اللي بتضمن استمرارية عملية الدعم، وحتى في فترة أي موجة أو أي أزمة بتضرب العالم أو بتتأثر بها الدولة، بتظل هذه الصناديق هي جزء من الحماية للاستمرار في دعم هذه الفئات، وتمكينها من أنه يبقى في مزيد من التحسن فيما يقدم من خدمات لذوي الهمم. نعم. وده يمكن احنا شفناه بتكليفه بحجم التبرعات اللي هتضاف لصندوق دعم ذوي الهمم خلال الفترة اللي جاية، واللي بلغ يمكن من الأرقام اللي استعرضها السيد الرئيس وكلف بيها وصلت لحوالي مليار جنيه دعم للصندوق. الجانب الإنساني كان حاضرا وبقوة أيضا في هذا الاحتفال، قادرون باختلاف خرج منه الكثير من الرسائل، كيف قرأتها في مشاهد كثيرة تابعناها وتأثرنا بها في هذا الاحتفال؟ أنا عايز أقول لحضرتك أنه اليوم ده بيبقى يوم فعلا زي ما السيد الرئيس يعني عبر وقال أنه بيبقى يوم رائع، بيبقى يوم سعيد فعلا. يعني كل المشاهد اللي بنشوفها، القدرات اللي بيتم استعراضها، الاسر اللي حكت تجاربها، الابطال الحقيقيين اللي حكوا تجاربهم مع ابنائهم ومدى العلاقه وقوه التحدي لديهم والاصرار اللي استعرضوه اسر ذوي الهمم في رحله الكفاح مع ابنائهم للوصول الى هذه المرحله وتفوقهم في المجالات المختلفه. دي رساله مهمه جدا، من الرساله كمان اللي يمكن السيد الرئيس يوصل مجموعه من الرسائل الانسانيه المهمه، واللي يمكن بأتمنى انه الجميع مننا سواء كان مواطن عادي او مسؤول ايضا انه هو يتخذ هذا الامر نموذج ومنهج يعمل بيه. شفنا قد ايه الرئيس بيتعامل مع ذوي الهمم، شفنا قد ايه انه هو بيستجيب ليهم وبيعينهم وبيقدرهم ويعني بيستمع ليهم وبينصت. دي رساله مهمه جدا، كل واحد فينا في مكانه لازم ينصت ليهم، خصوصا ان هم عندهم قدرات اضافيه، قدرات حقيقيه قادره على ان هي يعني تخرج من هذا الانسان اضافه تجعله دائما اضافه للمجتمع. نعم، وصلت فكرتك دكتور محمد امين رئيس تحرير مجله اكتوبر، اشكرك جزيل الشكر.